السلام عليكم. سنصنع معا أسهل مكبر صوت يمكن صنعه، وسهل جدا ولا يتطلب سوى الآتي: طبق صغير من السلسلة عكس للصوت ومصدر الصوت، ونضع مصدر الصوت أمام الطبق وضعنا كاسة كما هو الآتي: نكبر الصوت بنسبة 100%. الصوت الآن ضعيف، هذا هو الطبق. هو أي سطح عاكس دائري منحني الأطراف من البلاستيك، طبق علبة تام، علبة معدنية قديمة تصلح لهذا الغرض. لا تعكس الصوت دون أي تكاليف زائدة أو أي شيء آخر.